عن تعزيز جاذبية الولوج لأسلاك قطاع الصحة العمومية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني للأحرار. فليتفضل أحد وضع السؤال. سيد الوزير، كمغاربة نعتز بتوجهات جلالة الملك، ففي خطاب جلالة الملك في عيد العرش المجيد سنة 2022 قال جلالته: بدأنا في تنزيل المشروع الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية، وأطلقنا مجموعة من المشاريع الهادفة لتحقيق السيادة الصحية وضمان أمن وسلامة المواطنين. انتهى كلام جلالته. وفعلا قامت الحكومة بتقديم عدة مشاريع قوانين بسرعة قياسية، وأصبحنا أمام ترسنة قانونية صلبة لمواجهة كل التحديات المرتبطة بالمنظومة الصحية، وخاصة ما يتعلق بالموارد البشرية التي تعتبر الأساس لنجاح كل مشروع تنموي اجتماعي. لكن التحدي الأكبر سيد الوزير هو مضاعفة الجهود من أجل خلق جاذبية خاصة للأطر الطبية والتمريضية من أجل الاشتغال في ظروف علمية وتقنية ولوجستيكية ملائمة، وذلك لنحد من نزيف هجرة أطرنا الطبية. ولا شك أن قانون الوظيفة الصحية يمكن اعتباره من ضمن حلول أخرى كافية لضمان تأطير الطبي في مجموع التراب الوطني، خصوصا أن القانون ينص على اعتماد نظام أجور جديد لمهني الصحة وتحديد أوقات وأنظمة عمل خاصة. نتمنى السيد الوزير أن تعملوا على تنفيذ كل ما نصت عليه القوانين المحفزة للأطر الصحية والتمريضية، وأن توزع بشكل عادل خصوصا في المناطق البعيدة عن المركز، وخاصة المنطقة الشرقية التي لم تحظى بعد باهتمام أكثر، وخاصة إقليم جرادة وإقليم فيجي. لذا نسائلكم سيد الوزير عن كيفية تعزيز جاذبية الولوج لأسلاك قطاع الصحة، مع العلم أن الحكومة خصصت 5500 منصب شغل سنة 2022 وأخرى مماثلة سنة. شكرا سيد نائب. جواب سيد الوزير. الرئيسة، شكرا السيد النائب المحترم، سهلت علي المأمورية لأن الجواب عندك في السؤال. اللي قلتي الوظيفة الصحية راك جاوبتي على كل شيء. الحكومة كتخدم اليوم على هذه الوظيفة الصحية لغاية ديال شنو هي الغاية ديالها الأساسية، وهي ندخلوا واحد الجاذبية، وهذه الجاذبية غادي تكون على جوج ديال المستويات، بالنسبة للأطر وبالنسبة حتى كذلك المرضى اللي هما غادي يوليو زبناء في إطار الحماية الاجتماعية. هنا غادي نخلقوا الإشكالية اللي كاينة، وهي هذه الموارد البشرية اللي اليوم كاينة غادي تولي كترصد على المستوى الترابي. كل جهة هي جهة غادي تكلف، وحنا في إطار ديال لا تمركز اليوم يلاه كان اجتماع مع السيد رئيس الحكومة على هذا الميثاق ديال لا تمركز، كل جهة غادي هي اللي غتكلف بالمناصب المالية ديالها على حسب الحاجيات ديالها. عندكم خريطة صحية جهوية، سياسة جهوية صحية جهوية، غادي تكون واحد الملائمة. نتوما اللي طرف من الحلول، الناس اللي هما اليوم كيمثلوا الأمة غادي يكونوا طرف من الحلول في الجهة ديالهم. شكرا. شكرا سيد الوزير. هل هناك تعقيب إضافي؟ هل هناك تعقيب إضافي؟ إذا